هذا هي طيل الكرب. من كان لا يتمنى أن يكون معطين بالكرب؟ من كان لا يتمنى أنه لا يسكن في الكرب؟ اليوم صلوب، ها كنا هنا عند البن قبل شوية، يا بس هذا البن وأكثر الطين صلوب، 85% صالب من شعب السعاد، من شعب سليمان 85%، وهذا لا بس فرض حميات صار الكثير صالب غدو. صلبت الصنيف تمام، هذا ينبع أرصاقات تمام، المشاش حقنا صالب، الزوغ صالب، أكثرها داخل برضه أكثر صلوب، هنا ها هذا الطين صالب غدي. وأصور لكم كمان تحت اللي غات لا بأس تشتغلوا فيها شوي شوي، لكن الطين صلب وصلب، مناظر جميلة وخلابة، ولكن الطين أهملوها بقوة.